تأتي الكوارث والأهوال دائماً لاختبار معادن البشر. حجم الكارثة أكبر من إمكانيات دول وحكومات، ولا يمكن أن تحتوى الكارثة إلا بالتكاتف. 40 ثانية من الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال غرب سوريا هو الأعنف في تاريخ المنطقة، مسبباً كارثة إنسانية خلفت دماراً هائل وألاف الضحايا والمصابين. وفي سرد لموقف النمسا السياسي والأخلاقي والإنساني، قمنا بإعداد هذا التقرير لكم. في البداية، عبرت الخارجية النمساوية عن تضامنها الشديد مع كل من سوريا وتركيا في بيان بأن الزلزال كارثة إنسانية، معلنة تضامنها مع الشعبين. وأعرب الرئيس النمساوي ألكسندر فاندربيلن عن حزنه، معزيا الضحايا وداعيا فرق الإنقاذ لتوخي الحذر. وقد قام بزيارة تعزية للسفارة التركية في فيينا. فعلى الصعيد الإنساني، في 6 فبراير قررت النمسا إرسال مساعدات طارئة لإغاثة الضحايا، شملت 84 جندي من وحدات الإنقاذ الخاصة و3 ملايين يورو من صندوق الكوارث. ورافق الجيش خبراء طبيون مع مولدات كهربائية ومياه شرب ومعدات طبية للجنود وغذاء، محملة ب25 طن من الإمدادات. كما ساعدت منظمات الإغاثة المحلية المناطق المتضررة في تركيا وسوريا، ودعت منظمة كاريتاس والصليب الأحمر ودياكوني ومنظمة أطباء بلا حدود، والتي تعمل بشكل أساسي في شمال سوريا، إلى التبرع للضحايا. فيما أعلنت النمسا أن 2 من النمساويين من بين القتلى عثر عليهما في كهرمان مراش. وانتهت وحدة الإنقاذ النمساوية من عملها في ولاية هاتاي التي تضررت بشدة. وأثناء عملها أعلنت الوحدة عن تعرضها لمخاطر أمنية وإطلاق نار. ورد وزير الداخلية التركي سليمان سويلو على الوحدة النمساوية، ورأى أن موقفها هو مجرد محاولة رخيصة للاستفادة السياسية وتشويه سمعة البلاد في أسوأ أزمة تمر بها. وبينما يتم النضال من أجل الحياة في المناطق المتضررة، أظهر المجتمع التركي والسوري في النمسا قوتهم في البقاء معا في حالات الأزمات، حيث جمعت التبرعات المالية والعينية بكثافة. أما في الشأن السياسي، دعت سفارة نظام الأسد السوريين في النمسا إلى تقديم المساعدات والتبرعات للمتضررين، مرفقة حسابا بنكي للتحويل. كما التقى سفير النظام حسن خضور مع كاردينال النمسا كريستوف شومبرون في مبنى السفارة، في إشارة نظر إليها البعض على أنها محاولة لشرعنة النظام الذي ارتكب الإرهاب المنظم بحق الشعب السوري، بالتعاون مع روسيا وإيران حليفتا النمسا التاريخيتين. وطالب الكاردينال شومبرون برفع العقوبات عن النظام من خلال الشخصيات المؤثرة على القرار الأمريكي، فيما قدم أمين عام وزارة الخارجية النمساوية بيتر لاونوسكي تيفنتال التعازي باسم النمسا عبر اتصال مع سفير نظام الأسد في فيينا. أما على الصعيد الأخلاقي، دعا النائب الأول لرئيس البرلمان الأوروبي أوتمار كاراس الحكومة النمساوية إلى القبول المؤقت لضحايا الزلزال في النمسا. فيما صرحت الداخلية النمساوية بإمكانية قبول طلبات أهالي المنكوبين عبر منحهم تأشيرة لدخول النمسا مدتها 3 أشهر، ولكن ضمن المعايير المطبقة مسبقاً. وسارع المستشار النمساوي كارني هامال للتأكيد على أنه سيتم مساعدة المتضررين فقط في الموقع. وفي النهاية، يبقى الزلزال زلزالاً، ولا يشعر بالمكلومين إلا من عاش تلك اللحظات المريرة. فكل دقيقة بحساب، وكل ثانية بنفس، وكل أنين وصوت إشارة، وكل سكون النهاية. هكذا يمر الوقت ثقيلاً ضيقاً في الأمل، سريعاً في العمل على المنقذين، وهم يحيطون بأكوام الدمار في سباق على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، يلقون السمع لأنهم ينشدون نبضاً للحياة. دمتم بخير وإلى اللقاء.